الو، تفضل تفضل سيادة المعمم. السلام عليكم استاذ وليد، ربي يعزك وحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، اتفق المسلمون طبعا من كل المذاهب على انه التفسير بالقرآن بعضهم يرى حجة وبعضهم يرى رديف للمنقولات. اعتقد تتفق وياي انه تفسير القرآن بالقرآن، لان القرآن يصدق بعضه بعضا. اذا عرفنا هذا، هنالك اكو موضوع اسمه المرادفات في اللغة، او هنالك الفاظ المشتركة، يعني من قبيل لفظ انسان ولفظ بشر ولفظ عام ولفظ سنة. ذا هذه الألفاظ المشتركة القرآن أحاط بها من الدقة، بحيث جعل لكل لفظة ليس معنى ثابت. يعني إذا مثلا إذا جاء بلفظ إنسان، مراد منها ما تعني الكلمة المفردة من معنى حقيقي. يعني مثلا قوله تعالى إذا جاء بلفظ إنسان غير ما يأتي بلفظ بشر. إذا استقصينا الآيات في الكتاب العزيز، عندما يأتي إلى لفظ بشر يرقي، يعني ينطيف منزلة، إني جاء إني خالق البشر من طين فإذا سويته فقعوا له ساجدين. مثلا إنما أنا بشر مثلكم، مثلا أنا أولي بشرين وقومهم على العابد. أما بيجي الإنسان لا ينطي شوية، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، إن الإنسان ظلوما جهولا. هاي اللفظة شو تدللنا؟ تدللنا على انه تفيدنا بالتفسير والمعاني. بعض الاحيان نفس اللفظة تحمل لكل موضوع معنى. يعني مثلا قوله تعالى ألا ترون إني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. هنا خير المنزلين جاءت إلى يوسف عليه السلام، في حين نوح يقول ربي انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هنا هي خير المنزلين مرة يأتي معناها، الله عز وجل جعلها اسم من أسماء إذا كان صفة، ومرة يجعلها بالتعامل النبو والرسالة يجعلها نبي. مثلا لفظة الله يجعلها إلى عدو من أعداء اللي هو فرعون، وفي نفس الوقت يجعلها لفظة إلى نبي من أنبياء ومن رسله. بص يا سيادة المعمم، أنا فهمت مقصدك يا سيادة المعمم، ولكن ليس إذا عرفنا هذا، اسمعني بس، ولكن ليس حتميا. يعني أديك مثال، مثلا كانوا منزلين مقال، المقال ده يعني واحد سني أساسا هو اللي عمل الحلقة ديت، وسبحان الله بعد كده نسبوها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الفرق بين الزوجة والمرأة في القرآن، فقال لك أن كلمة المرأة عندما تقال امرأة فلان، يبقى في يعني في مشكلة ما بين بعض، في مشكلة ما بين الزوج وما بين الزوجة. أما إذا قيل زوجة فليس هناك مشكلة بين الزوج والزوجة في القرآن، ما فيش مشكلة. يعني لو ذكرت كلمة زوجة يبقى ما فيش مشكلة، ولو ذكرت كلمة امرأة مثلا فرعون يبقى في مشكلة ما بينها وما بين فرعون. فوالله العظيم زي ما بقول لكم، فأنا دخلت وطلعت كلمة زوجة في القرآن الكريم، وطلعت كلمة امرأة في القرآن الكريم، فوجدت إن الأمر مش زي ما المقال مكتوب، وإن كان مقال سني. تمام، وان كان مقال سني، لا، هناك لكل قاعده زي ما بيقولوا شواذ، يعني في ايتين او ثلاثه خلفوا القاعده ديت. وكانت امراه نبي، تمام، امراه نبي، وليس بينها وبينه اي شيء، فالله المستعان. فليس شرطا، ممكن، يعني مش بقول لك مش ممكن، لا ممكن، تمام، ولكن هل هي شرط؟ ممكن وممكن لا، بصراحه، عشان بس ما ندخل في ترهات، وندخل وبعد كده ندخل في علم الارقام، واصل تجمع ده على ده يديك ده، وتجمع ده على ده يديك ده، وتجمع اصل كلمه النار مش عارف جت كم مره، وكلمه الجنه جت كم مره، وكلمه مش عارف ايه جت كم مره. وكل العلوم دي ما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم بها احد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وان قلنا ان هذه علوم، فلماذا اخفاها عنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولماذا أخفاها عنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي كلها اجتهادات، ممكن تكون صح وممكن تكون خطأ، لكن مش هنبني عليها دين، مش هنبني عليها دين. احنا المطلوب مننا ايه؟ المطلوب مننا ان احنا نحفظ الآية او نقرأ الآية، نفهم المدلول منها، نفهم المدلول منها، نتفكر بها، نتفكر فيها، نعمل بها. خلاص القصة انتهت يا أستاذ معمر. أصل هنا ليه ذكر إنسان؟ أصل هنا ليه ذكر بشر؟ أحسنت. ليه ذكر هنا إنسان؟ لا أحسنت. وليه هنا ذكر بشر؟ خلاص والله يعني يمكن كلمة إنسان ليها طابع معين وكلمة بشر ليها طابع معين، ما فيش مشكلة. لكن هل هي دي يعني أحسنت. أحسنت أستاذ وليد، أحسنت. أنا مو يهم الأرقام، موضوعي ولا يهم الزوجة والمرأة، موضوعي مو هذا موضوعي. بس على مع ذلك لفظ الزوجة والمرأة مو لفظ ألفاظ مشتركة، هذا لفظ واحد وهذا لفظ واحد يختلف. أنا أقصد على الألفاظ المشتركة، يعني شلون أسد وسبع، أكو ألفاظ هي مشتركة بس هذا اللفظ أيضا بي يعني قالوا مثلا شلون خصوصا. أما الزوج ما له علاقة بالمرأة، المرأة قد تكون المرأة طفلة، تكون شابة كبيرة، أو الزوج مرادفات حتى مرات مو البني الجنس. لا مو موضوع يعني هذا، بس قصدي خلاص خلينا يا سيدنا يعني محمد بقى خلينا في السؤال على طول كده، نخش في السؤال اللي عليك عشان ما نضيع الحلقه. هو غرض السؤال فرق ما بين الانسان وفي فرق ما بين البشر خلينا بالله عليك خلينا ايه يلا. هو السؤال جاي بالسؤال هذا، ما انت غرض السؤال عشان السؤال قدمت نص ساعه السؤال عشان السؤال وما عرفتش انا لحد دلوقتي السؤال ايه. لا ما صار لي نص ساعة، صار لي 4 دقائق. فالسؤال وردت يعني أدوات الترجي وأدوات التمني وأدوات ليت وعسى ولعل، ذني من عندما استقرأنا في القرآن، الاستقراء حجة في القرآن، عندما تأتي كلمة عسى هنا محققة بالقرآن، وعندما تأتي لعل يعني قد وقد، يعني مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون، قد تتقون وقد لا تتقون. أما وردت كلمة عسى إذا جاءت في الذكر الحكيم لابد من وقوعها، فتهجد به نافية فعسى أن يبعثك ربك مقام مقرر. مو أنت مثلا قلنا عسى للتحقيق، عسى للتحقيق صح؟ أحسنت. طيب الله عز وجل يقول يعني عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، ومع ذلك ما طلق. ها لا هو مو هذا قولي انا، ما قولي حتى لا خلينا نخش ما اصنت انا نقول يا اخوانا خلينا انا من النوع اللي بقرا الايه افهم معناها اعمل بيها خلاص بقى. الطلاق، ما انت قلت لي هنا عسى للتحقيق. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم طلق السيده عائشه؟ عسى ربه ان طلقكن اي بدله ازواجا خيرا من كنا لم تطلق. لا يا مقصد يبقى اذا عسى ليس للتحقيق هنا. أستاذ وليد الآية ما قصدت النبي، ما قالت النبي طلق إلا هنانة. وبعدين ليش اثنين؟ إذا وحدك مثلا قالت السر ليش جمع الاثنين؟ فعسى ربه انطلقكن، ولا مو هذا مرادي، مو يم عسى أنا مرادي، مو يم الزوجات النبي. خلاص بالله عليك خش، يلا خش بالله عليك، يلا خش في الموضوع. انت جريت السؤال، انت جريت على غير موضوع. لا حول ولا قوة الا بالله. سؤالي عندما الله عز وجل يقول إلى فرعون ويقول إلى يونس بنفس اللفظة ماذا؟ فالتقهم الحوت وهو مليم. هنا كلمة مليم قالها علمن، قالها إلى يونس عليه، هو لايم نفسه، في حين قالها على فرعون فلبثناها في اليم وهو مليم. هناك الملامة ذيك ملامة الله عز وجل. غرضي عندما أتي آني نفس اللفظة مرات، نفس اللفظة لها معاني. هنا عندما أقول إنما أنا بشر مثلكم، هذه البشرية اللي للنبي، البشرية اللي هي متكامل للرسول الأعظم، ما ممكن انه يا سيادة المعم. الله عز وجل عندما تكلم عن سيدنا عيسى تكلم عن سيدنا عيسى ان الله عز وجل خلقه كما خلق سيدنا آدم من تراب، صح؟ صح. جميل قوي. هنا هل هناك آية تعرضت لخلق النبي صلى الله عليه وسلم انه خلق من طين، انه خلق من نور؟ ها؟ لا بل انت بشر تنتشرون. اسمعني بس يا سيادة المعم، انا فهمت قصدك، اخيرا فهمت قصدك. انت جاي تعلق على كلمة بشر اللي انا استعملتها، طالما النبي بشر يبقى خلق من طين. كل الآيات تتكلم على ان خلق الانسان
من سلالة من طين، ومرة من تراب، تمام، ومرة من ماء مهين، تمام، صح. لكن في النهاية كلها أن كل الآيات تذكر البشرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم من البشرية، يبقى كحكم عام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم خلق من تراب. حضرتك أنت بقى عندك تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من نور، اتفضل. معني إيه خلق من نور يا جماعة؟ لا لا من نور. أنا قلت إنسان، الإنسان والبشر هم اثنينهم مخلوقين، إلا أنه قد الإنسان، هذا الإنسان مو متكامل، بدأ خلق الإنسان من طين. الإنسان قد يكون مجنون، قد يكون مخبول، بينما البشر في صفات الإنسان. إحنا بنتكلم على أصل الخلقة، لا مو يحمل موروثات. هم بيكلموا على النبي. أصل الخلقة، بيكلموا على أصل الخلقة، أن النبي خلق من نور، يعني أصل الخلقة يعني لم يخلق من طين. يعني السؤال مو مثلا عندما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أو نور يمشي على الأرض، مثلا نور يمشي على الأرض مقبولة، ليه أنت تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنور؟ تصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يسأله إيه؟ أن النبي وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبأبي هو أمي كالنور، صحيح، كالقمر، صحيح. لكن هم بيكلموا على أصل الخلقة، أن النبي خلق من نور، خلق من نور. فهمت يا سيادة المعمم؟ دعوتي مهم، ما ليش شغل اليوم. خلينا في النهاية. هل أصل خلقة النبي صلى الله عليه وسلم من طين أم من نور؟ لا، خلقت الجسمانية بشر، البدنية بشر. أيوة، خلقت بشر الروحانية. عارفين إنه بشر، لكن هو خلقة البشر دي من نور أم من طين؟ لا، هو مقصود الخلقة الروحانية، كل إحنا موجودين في صلب آدم قبل هذه بعالم الذر. يا عم أنا ما كلمتك على عالم الذر يا ست المعمم، أنا ما كلمتك على عالم الذر، أنا بسألك هل النبي صلى الله عليه وسلم أصل خلقة النبي صلى الله عليه وسلم من تراب أم من نور؟ تراب، تراب. بس خلاص، يبقى انتهينا يا سيادة المعمم. عندك سؤال تاني؟ لا، هو سؤال انت جبت لي هذا السؤال، هذا السؤال غير سؤال انت جبت لي على الترادف بالقرآن وعلى المفردات. احنا كنا بندور في دائرة مفرغة، هنفضل زي اللي يقول لك كده لو سمحت اركن في جانب أوضة مدورة. الأوضة المدورة ما فيهاش جانب أساسا عشان اركن فيه، أو في زاوية أوضة مدورة، أو في زاوية أوضة دائرية، فهنفضل نلف عشان ندور على الزاوية. لا، لو ترادف بالقرآن خب يصير معنى واحد، يعني شو الكتاب القرآن، القرآن ما ممكن يكون. يا أستاذ القرآن حل المسألة والله، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الفرق اللي ما بينكم أنه يوحى إليه بس. خلاص، بس صار يوحى بعد يوحى صار بالعلم وصار بالتقديس، تختلف الصورة بعد. الله المستعان. سيدنا علي بن أبي طالب خلق من طين أم خلق من نور؟ من طين، كلها من طين. الحمد لله رب العالمين. شكرا لك يا سيادة المعمم، ربنا يبارك فيك.